بالفعل نحن مباشرة من مدينة غوانزو. الآن لدينا الوقت مساء حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. نحن في هذه المدينة التجارية والأجواء هنا حقيقة رائعة، درجة الحرارة معتدلة جدا في العشرينيات. نحن في هذا الحدث التجاري الأبرز عالميا هنا في هذه المدينة. كما أشرت سيف، غرفة تجارة وصناعة عمان سيرت وفدا وهو اليوم في يومه الأخير لزيارة هذا المعرض، معرض كانتون 2024، وهو معرض الاستيراد والتصدير بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية. هذا المعرض حقيقة يبدأ في 15 من أكتوبر وينتهي في 5 من نوفمبر، ولكن يقسم على 3 مراحل، كل مرحلة تقريبا تستغرق 5 أيام، بينها أيام فواصل حتى تبدأ مرحلة أخرى. في كل مرحلة يقدم المعرض منتجات مختلفة، آخر ما توصلت إليه الصناعة الصينية في مختلف القطاعات الصناعية. الغرفة كما تحدثنا سيرت وفد من أصحاب الأعمال العمانيين، حوالي 34 من أصحاب الأعمال، من بينهم أيضا شباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لنتعرف على تفاصيل زيارة هذا الوفد لمعرض كانتون والأهمية والخلاصة والنتيجة أيضا التي تحققت من خلال هذه الزيارة. يسعدنا أن يكون معنا مباشرة هنا ضيفنا عبر برنامج قهوة الصباح الأخ الفاضل فلاح بن أحمد الرقيشي، مدير غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية. نرحب بك معنا الأخ فلاح عبر برنامج قهوة الصباح في تلفزيون سلطنة عمان، ونحن مباشرة من مدينة غوانزو الصينية. حابين في البداية نعرف من خلالك فكرة تسيير وفد إلى هكذا معرض بهذا الحجم وبهذه المشاركة، هناك أكثر من 25 ألف عارض من أصحاب الشركات الصينية والمصانع، ما الهدف وما الفكرة من تسيير هذا الوفد التجاري؟ شكرا جزيلا لك أخي سعيد، وشكرا لتلفزيون سلطنة عمان ممثلا في برنامج قهوة الصباح على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على مشاركة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان، الذي كما أسلفت هو مكون من 34 شخصا من أصحاب الأعمال من محافظة الداخلية والظاهرة. الهدف من المشاركة في هذا الحدث الدولي نتيجة لما يمثله هذا الحدث من أهمية كبرى، حيث أن معرض كانتون والمتجول في أروقة معرض كانتون لن يجد صعوبة في أن يستشف أن هذا الحدث هو حدث مميز في مجال صناعة المعارض. الحقيقة المشاركة كنا حريصين عليها نتيجة معرفتنا السابقة بأهمية هذا المعرض، وأعددنا جدولا متكاملا لمدة 5 أيام لزيارة أروقة المعرض. المعرض كما أسلفت معرض ضخم جدا، عدد العارضين يتجاوز 25 ألف زائر عارض، نعم. أما الزائرين فهم يتجاوز 4 ملايين زائر للمعرض خلال المرحلة الأولى من المعرض. طيب الأخ فلاح، اليوم من خلال يعني جولتكم في المعرض مع أصحاب الأعمال وأيضا زيارتهم لمختلف منصات العرض، هل أصحاب الأعمال يعني المرافقين في هذا الوفد أو الزائرين لهذا المعرض استفادوا؟ هل أبرموا عقود؟ هل أبرموا صفقات؟ هل تقوا برجال الأعمال الصينيين وأصحاب الشركات الصينية أيضا؟ بدون شك كان هناك لقاءات متعددة مع أصحاب الأعمال من دول مختلفة ليس من الصين فقط، كما أن هناك كان برنامج زيارات متكامل. الغرفة أعدت برنامج لزيارة بعض المدن التخصصية في الصناعات، تم زيارة مدينة فوشان المتخصصة في صناعة الأثاث والأخشاب، تم زيارة مدينة شينزي من بعض أصحاب الأعمال وهي متخصصة في مجال صناعة الإلكترونيات، بعض أصحاب الأعمال اتجهوا لمدينة إيوا وهي تمثل أهمية بالغة في مجال تجارة التجزئة، وتطلعنا أيضا لزيارة الاستماع من كثير من أصحاب الأعمال الذين يودون الاستثمار في سلطنة عمان. جميل، إذن أيضا في هذه الجزئية البعد الآخر للزيارة، كيف لمستم أيضا رغبة أصحاب الأعمال وأصحاب الصناعات الصينية أنهم يستثمروا في سلطنة عمان، وكيف أيضا وظفتوا هذه الزيارة للترويج لسلطنة عمان أيضا لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الغرفة؟ الحقيقة كنا حريصين جدا على بموجب معرفتنا بكافة القوانين والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار في سلطنة عمان على نقل البيئة الاستثمارية الجاذبة لسلطنة عمان وتعريف المستثمرين سواء كانوا صينيين أو من دول مختلفة وتشجيعهم للقدوم إلى عمان. والحقيقة أيضا أن الاستفادة الكبيرة لأصحاب الأعمال من خلال زيارة المعرض ما يمثله هذا المعرض من معرفة
استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مجال التقنية. كانت هذه فرصة سانحة حقيقة في معرض وفي حدث دولي مهم جدا مثل هذا الحدث. جميل. الأخ فلاح، أيضا أنا لاحظت أنه مجموعة كبيرة في الوفد من أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة. خلنا اليوم نتكلم يعني إحضاركم لمجموعة من هؤلاء الشباب في هكذا معرض وهكذا زيارة إلى الصين، الفائدة المرجوة وأيضا الأثر الذي قد يتحقق لهؤلاء الشباب في تحقيق طموحاتهم التجارية وتعزيز أنشطتهم التجارية. الحقيقة أن تطلعات أصحاب الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طموح عالي يمتلكون، ومن خلال الاطلاع في هذا المعرض وجدوا تقنيات تتيح لهم استغلال إمكانية إقامة مصنع في غرفة صغيرة بالإمكان من الألف إلى الياء. فهذه كانت فرصة سانحة في المعرض، ولا شك أنهم سوف يعني في القادم ينقلون هذه التجربة وهذه الأفكار الرائدة عند عودتهم إلى الأرض الوطن. جميل، إذن نتمنى لكم التوفيق أخي فلاح، وهذا هو اليوم الأخير للوفد الزائر لمدينة غوانزو الصينية، الوفد التجاري، ونتمنى أنه ما تبقى من وقت إن شاء الله يكون يستغل الاستغلال الأمثل وعودة إن شاء الله يعني للوطن بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم في تلفزيون سلطنة عمان. شكرا. إذن هكذا هو المشهد أخي سيف من هنا من معرض كانتون في مدينة غوانزو الصينية. والشيء بالشيء يذكر حقيقة، أنا أيضا رصدت هنا مجموعة من الشركات العمانية اللي عندها أيضا مقرات للاستيراد والتصدير وتسهيل أنشطة وأعمال رجال الأعمال العمانيين، شركات عمانية موجودة ومستقرة هنا تقوم أيضا بهذا الجانب وتسهل عملية التصدير وعملية الاستيراد والتخليص الجمركي، وشباب عمانيين موجودين يعملون في الصين في هذا الجانب. كل التحايا لكم ولجميع الزملاء. نعم. في الاستوديو مجددا، وأعود إليك بناقل والتحية كذلك لك يا سعيد، ولكن قبل ذلك كسؤال أخير فقط يا سعيد، بتقوالك أيضا هناك في هذا المعرض، معرض كانتون 2024، وباحتكاكك أيضا مع الوفد التجاري البالغ عددهم حوالي 34 شخص من أصحاب الأعمال، يعني كيف تنقل لي وللمشاهد الكريم مدى استفادتهم حقيقة من خلال تقوالهم في أروقة هذا المعرض؟ نعم سيف، الوفد من خلال جلوسنا معهم ومن خلال أيضا تجوالنا معهم ومرافقتنا لهم طيلة أيام المعرض، يعني هم شعروا بأن ممكنات هذا المعرض وفرص هذا المعرض فرص كبيرة ورايحين يستفيدوا منها. وبالفعل البعض منهم أو أغلبهم عقدوا صفقات تجارية مع الشركات العارضة ومع المنتجين الصينيين، وسترى أثرها إن شاء الله في لاحق الوقت بعد عودتهم إلى أرض الوطن. وهناك من يفكر أيضا في تبني صناعات ممكن نقلها أيضا إلى سلطنة عمان. الفائدة كانت كبيرة، المعرض حجمه كبير سيف، مثل ما قال الأخ فلاح، يعني في المرحلة الأولى منذ افتتاح المعرض في 15 أكتوبر عدد الزوار لهذا المعرض يفوق 4 ملايين زائر. منصات العرض كما تحدثنا أكثر من 25 ألف منصة في كل مرحلة، ونحن نتكلم عن 3 مراحل لهذا المعرض. جميل. في كل مرحلة هناك تنوع في المنتجات وفي المعروض. هكذا هي الصورة وهكذا هو المشهد هنا في كانتون في مدينة غوانزو الصينية. شكرا لك على هذه التغطية المميزة زميل العزيز سعيد بن ذيب الهنائي، وتعودون بالسلامة جميعا إلى أرض الوطن بمشيئة الله تعالى.